نذهب مباشرة إلى الرياض، من هناك مراسل ام بي سي وزميلنا محمد المشاري وفينا. مساء الخير، أهلا بك معنا محمد. بالتاسعة يعني تمديد الاحترازات يؤكد اهتمام المملكة بصحة الإنسان، هذا بحسب متحدث الصحة اليوم. تضعنا أكثر بإجراءات هذا التمديد وكيف تتعامل معه العاصمة الرياض. تحية طيبة لك. بالفعل حالة الاستبشار اليوم بدأت تتصاعد بعد إعلان خبر عودة توريد اللقاحات إلى المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من عودة الانتاج من قبل الشركات المتخصصة لهذه اللقاحات. نحن اليوم أمام اتجاهان، إما انخفاض ملحوظ للمنحنى الوبائي لفيروس كورونا إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات المشددة، أو يكون هناك ارتفاع للمنحنى الوبائي لا قدر الله. وهنا أؤكد بأنه إذا التزمنا بهذه الإجراءات الاحترازية لن يكون هناك إجراءات مشددة احترازية كما تحدثت به وزارة الصحة إلى حجر صحي أو إلى ما إلى ذلك. هناك معلومات وتفاصيل حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، لعل ضيفي الدكتور خالد العبد الكريم وهو الوكيل المساعد لوزارة الصحة للشؤون أو للرعاية الأولية. تحية طيبة لك دكتور خالد. في البداية، ما الوضع حتى هذه الساعة عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، خصوصا بعد إعلان عودة توريد اللقاحات إلى المملكة العربية السعودية؟ طبعا كما أعلن سابقا أنه يوجد أو رصدت ارتفاعات في عدد الحالات للإصابة بفيروس كورونا، ولذلك كان التفاعل معها بشكل مبكر حتى لا يحدث لا قدر الله انتشار واسع، وذلك بفرض الإجراءات الاحترازية والتأكيد على عمل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة ونحوه. ولذلك نرغب من الجميع يعني الالتزام بالاحترازات وتفادي بإذن الله أن يكون لدينا انتشار. الحمد لله الأمور تحت السيطرة، ولكن بالتكاتف بإذن الله نستطيع أن ننجح كما نجحنا في بداية الجائحة. دكتور، اليوم تم الإعلان عن عودة توريد اللقاحات إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية هي كانت من أوائل الدول التي حصلت على هذه التوريدات من أول هذه الأزمة. ما هي أبرز اللقاحات المتوفرة لدينا من قبل الشركات المصنعة لهذه اللقاحات، ومتى تبدأ عمليات أو إجراء عمليات التطعيم في المراكز المخصصة لتطعيم اللقاح؟ طبعا احنا بدأنا بلقاح فايزر، والآن استؤنف تطعيم الجرعة الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى سابقا، وتم دعوتهم لعمل الحجز وتقديم مواعيدهم، وبالتالي بإذن الله سيكون يحصلون على الجرعة الثانية جميعا. أيضا في يوم 18 فبراير بإذن الله سيتم فتح الحجز لمجموعة جديدة لتلقي الجرعة الأولى. أيضا هنالك عقار أكسفورد أسترازينيكا أيضا سيكون يصل قريبا، وستفتح أيضا المواعيد لتلقي هذا التطعيم. هذا هو العقار المخصص من بالتعاون مع الهند وأكسفورد دكتور؟ هو لقاح أكسفورد أسترازينيكا. جميل. طيب ماذا عن مراكز مخصصة أيضا لإجراء اللقاحات في المملكة العربية السعودية؟ هي هناك أي خطط للتوسع مثلا في المراكز المخصصة لهذه اللقاحات؟ في يوم 18 فبراير بإذن الله سنكون بدأنا في جميع المناطق، وسيتم التوسع في الأعداد والأماكن خلال الأسبوع القادم والأسابيع التي تليها إن شاء الله. دكتور أختم معك بهذا السؤال، هناك أحاديث كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي عن مأمونية أو صحة وسلامة هذه اللقاحات بما يخص فئة الأطفال، ماذا عن أي معلومة حول هذا الأمر دكتور؟ عند إجراء أي تجارب اللقاح جديد عادة يكون هنالك مجموعات بحثية يتم دراستها، فبالتالي إذا لم تكن تتوفر المعلومات لهذه المجموعة مثل ما هو حاصل الآن في الأطفال، فبالتالي لا يكون هناك توصيات لإعطائهم، لكن لا يعني أنه غير آمن. إذا اتضح من الدراسات أنه مناسب للأطفال ووردت توصيات بذلك سيتم تطعيمه. شكرا لك. العفو. إذن كان هذا هو حديث ضيفي الدكتور خالد عبد الكريم، هو الوكيل المساعد لوزارة الصحة للرعاية الأولية، وتحدث أيضا عن توفير اللقاح الجديد لأكسفورد. ونتمنى السلامة للجميع. شكرا لك ولضيفك مباشرة من الرياض، كنت معنا محمد المشاري مراسل MBC.